الله الرحمن الرحيم كان الكلام في قاعدة التقية ومر شطر من البحث حولها وأنها واجبة وليست قضية اختيارية يفعلها الانسان وقت ما يشاء ويتركها وقت ما يشاء كان هناك خطر عليه لو ابرز ما عنده من كلام من حقائق يقول انا ارضى ان اتعرض للخطر أتكلم وليكم ما يكون قتلوني فعلوا الأفاعيل هذه مو قضية بيد الإنسان تكليف شرعي يلزمه أن يتقي أو يذكر أمورا ترتبط بالأئمة عليهم السلام أو بعقائد الآخرين بحيث يسبب ضررا يصير كلام على الائمه يصير كلام على المذهب يقول خلي يصير انا اقول هذا ليس امرا اختياريا القضيه مو انه واحد يقول انا والله شجاع انا ما اخاف اتكلم مو قضية شجاعة أو عدم شجاعة هذا تكليف شرعي هناك مجموعة روايات جاءت في هذه القضية يمكن عشرين ثلاثين رواية أكثر قرأت في البحث السابق مجموعة منها الآن أقرأ بعضها الآن ممكن قسم يكون مقرو سابقاً قسم ربما يكون جديدة أقرأها سبع روايات بشكل مختصر ما في الكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إن قول الله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا قال بما صبروا على التقيه صبروا تحملوا ويدرؤون بالحسنه السيئه السيئه يدرؤونها بالحسنه قال الحسنه التقيه والاساءه الاذاعه اذاعه سرهم عليهم السلام الأمور التي ينبغي أن تكتم هذه إذا أذاعها فهي سيئة وإذا كتمها هذه حسنة ويدرؤون بالحسنة السيئة هذه الرواية قاعدة تفسرها قال الحسنة التقية والإساءة الإذاعة هذه رواية اثنين ما في الكافي ايضا عن هشام بن سالم عن ابي عمرو قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام يا ابا عمرو تسعة اعشار الدين التقية ولا دين لمن لا تقية له شوفوا شلون عبارة شديدة ولا دين لمن لا تقيه له ايضا في الكافي هذه كلها روايات في الكافي الشريف اللي هو اعظم كتبنا الحديثيه احنا عندنا اربعه كتب حديثيه الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه اهمها واجلها الكافي في الكافي عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام أبو الحسن هنا الظاهر المقصود به الإمام الكاظم سلام الله عليه عن القيام للولاة يدخل والي من الولاة الظلمة يصير أقوم له هذا والي ظالم يصير أوقف له فقال الامام الكاظم قال ابو جعفر عليه السلام يعني الامام الباقر الان الامام الكاظم عليه السلام ينقل عن الامام الباقر سلام الله عليه قال قال فقال قال ابو جعفر عليه السلام التقيه من ديني ودين ابائي ولا ايمان لمن لا تقيه له الروايه الثالثه الرابعه هم في الكافي هذه كلها من الكافي عن محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان ابي عليه السلام يقول يعني الامام الباقر واي شيء اقر لعيني من التقيه ان التقيه جنه المؤمن جنة تحفظه عن الوقوع في المهالك أيضا الرواية الخامسة في الكافي عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقية ترس المؤمن ترس أي الترس اللي يحميه والتقية حذر المؤمن ولا ايمان لمن لا تقيه له اي كم مره تكررت ولا ايمان لمن لا تقيه له الروايه السادسه ايضا في الكافي عن حبيب بن بشير عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت ابي يقول لا والله ما على وجه الارض شيء احب الى الله من التقيه يا حبيب انه من كانت له تقيه رفعه الله يا حبيب من لم تكن له تقيه هذا حبيب بن بشير اللي قاعد يروي يا حبيب من لم تكن له تقيه وضعه الله يعني الله عز وجل ينزل قدره: يا حبيب ان الناس انما هم في هدنه فلو قد كان ذلك كان هذا، هذه العباره هالشكل جايه فلو قد فلو قد كان ذلك كان هذا شنو معنى هالجمله؟ الله تعالى اعلم من الممكن ان يكون معناها فلو قد كان ذلك يعني ظهر الحجة عليه السلام كان هذا ذاك الوقت الإنسان يظهر ما عنده الرواية السابعة عن الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما تقارب هذا الأمر يعني كلما اقترب موعد ظهور الحج عليه السلام كان اشد للتقيه هذه سبع روايات وهي مو سبعه يعني ممكن عشرين ثلاثين انا قبل ذي الحلقه تكلمت في بعضها ببعضها وهذه بعضها زين التقيه قد تكون في كلام يقال وقد تكون في فعل الكلام يقول الانسان شيء اللي لا يسبب مشكلة للمذهب للأئمة عليهم السلام أصلا أحيانا واحد يتقي من أناس موالين هذه هم ممكنة بعض الموالين اللي ينتحلون التشيع ينتحلون المذهب مع هذا عندهم كلام عندهم آراء تخالف الحق الإنسان هم يتقيهم في مضمون رواية واحد شخص يأتي للإمام الصادق عليه السلام يقول له يأتينا الخبر أو تأتينا الأخبار مضمون الرواية عن أبيك الإمام الباقر عليه السلام ثم نسألك فتجيبنا بخلافه إحنا سألنا يعني بعض الشيعة سألوا سأل والدك الإمام الباقر مسائل أجاب عنها اليوم احنا نسألك انت تجاوبنا غير شكل فقال عليه السلام ان اصحاب ابي اتوه مستفتين فاجابهم بمر الحق وان اصحابي اتوني شكاكا فاجبتهم بالتقيه اصحاب ابي اجوا يرجون يتعلمون طبعا مو ما نقول هنا الاصحاب شكاك يعني كلهم، هذولا كم نفر بعضهم جاؤوا للامام الباقر عليه السلام يريدون يتعلمون الامام هم اعطاهم الواقع وبعض اصحاب الامام الصادق عليه السلام اصحابه لكن جايين شكاك سامعين حكي يمين شمال اذهانهم مشوبه فافتيتهم بالتقيه مع انهم من الاصحاب. يعني هذه ترى موجودة وجدانية أحيانا واحد يتكلم مع أناس موالين لكن هذا عنده أفكار أفكار خاطئة إذا يريد يتكلم وياه راح تصير مشكلة خلص يتقيه يقول له كلمتين ويدير ظهره ويمشي زين هذا بالنسبة للكلام الآن نأتي للعمل التقية قد تكون بالعمل آه يتوضا على طريقة آه على غير الطريقة الثابتة في الشرع تقية خوفا يغسل يده نكسا مثلا آه يغسل رجله في الوضوء آه قد يضطر الى ان لما يصلي يتكتف يقول امين بعض هالامور هذه التقية العملية هذه أيضا مطلوبة من الإنسان أن يفعلها إذا اضطر إلى ذلك. السؤال هو أنه إذا فعل الآن اتقى وأتى بالعمل على الوجه الذي يناسب التقية. هذا العمل مجزئ خلاص ما عليه شيء مبرئ للذمة. المفروض ايه ليش المفروض نعم لان الروايه قائله التقيه ديني او من ديني ودين ابائي هذا التعبير يدل على ان التقيه هي دين هي بحد ذاتها حكم غايته انها حكم ثانوي حكم اضطراري والمعروف في الأصول في علم الأصول أن الحكم الاضطراري مجزئ ومسقط للتكليف شوية كلمتين نقول حول هالتعبير عندنا الأحكام على ثلاثة مراحل حكم واقعي أولي حكم واقعي ثانوي نسميه اضطراري وحكم ظاهري، هاي ثلاثة. نجيب لها مثال واحد اللي ينطبق على الثلاثة. الوضوء مثلا، القرآن الكريم شو يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا حكم واقعي اولي زين والله واحد ما قدر يتوضا ما عنده ماء ينتقل الى حكم ثانوي حكم واقعي ثانوي الايه تمشي الى ان تقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا التيمم أيضا حكم واقعي لكن حكم واقعي ثانوي اضطراري ليش نسميه ثانوي اضطراري لأنه بعد عدم إمكان الاتيان بذلك التكليف الواقعي الأولي يجي هذا التكليف زين واحد إذا تيمم وصلى ما عنده ماء وظل يومين ثلاثة ما عنده ماء أو يضر الماء ويصلي هذه صلاته صحيحة اي صحيحة ما يعيدها لا ما يعيدها أحيانا بعض الأخوان يجي يسأل يقول كان عندنا واحد مريض بالمستشفى وما ما يقدر يتوضأ مودي له تراب يتيمم أسبوع عشرة أيام الآن صحة وطلع يعيد صلاته الجواب لا ما يعيد لأنه أدى التكليف الواقعي الاضطراري الثانوي هذه اثنين نفس المثال ما الوضوء في حكم ظاهري حكم ظاهري شلون لو فرضنا واحد متصور هذا الماء طاهر فقام بتوظفه بعدين عقب ما توظه وصلى اكتشف أن هذا الماء كان متنجسا شنو تكليفه؟ يعيد صلاته ليش؟ لان هذا مو حكم واقعي، هذا حكم ظاهري، ظاهرا الماء طاهر كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر. او واحد شاك كان هو متوضئ قبل ساعه الان يشك لا زال متوضئا او صدر منه حدث. الحكم الظاهري شنو هو الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك يستصحب بقاءه على الطهارة استصحب أو صلى بعدين تذكر أنه لا كان وضوءه منتقضا هذا حكم ظاهري المعروف بين الأصوليين أن الحكم الظاهري لا ينفع لا يجزي عن الواقع الا اذا دل دليل خاص في مورد والا الاحكام الظاهريه مجرد احكام مبرئه للذمه في مرحله الظاهر يعني ما دام لم ينكشف الواقع فهو بريء الذمه اذا انكشف الواقع خلص يرجع الى الواقع محل الشاهد في الحكم الواقعي الثانوي مو الاولي، الثانوي اللي قلنا يتيمم لو ما عنده ماي، مو قلنا هذا التيمم يجزيه عمله صحيح؟ نفس الكلام نقوله في مورد التقية، في مورد التقية، التقية مأخوذة من الوقاية. قلت بذاك بذيك الحلقه الماضيه صار حكي انه اكو بعضهم مره سمعت واحد يتكلم يقول ليش تقولون تقيه؟ قولوا تقيه تقيه على اساس يعني تقيه مؤنث تقي نقول هذا رجل تقي وهذه امراه تقيه ما يخالف تقيه تجي صفه للمراه الخيره وتجي بمعنى الوقايه الحين تقيه تقيه ما شئت فسمها اريد نشوف هذه هالشغله اللي ماخوذه من الوقايه الان وهو خائف وقايه لنفسه قام توضى وضوءا ليس هو الوضوء الشرعي الواقعي الوضوء الشرعي الواقعي المسح على الارجل القران يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم والمسح على الارجل مو المسح على الخفين ال اللي يمسح على الخف او على الحذاء اجلكم الله هذا خالف القران اي القران قاعد يقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم هذه خمور مو رجله هذا الحذاء مسح عليه والحذاء شنو هو لون اي لون جلد جلد حيوان جلد خروف جلد بقرة هو مسح على جلد البقرة في الحقيقة ما مسح على رجلة عموما لكن اضطر إلى ذلك الآن شخص اضطر إلى أن يتوضأ وضوءا غير الوضوء الذي هو مطلوب صلى بطريقة تخالف في بعض الموارد ما هو المطلوب هذا العمل الذي فعله مبرئ خلاص ما عليه شيء ما يعيد، ليش؟ لأن هذا حكم واقعي، الآن حكمه الواقعي هذا غايته أنه حكم واقعي ثانوي. الحكم الواقعي الأولي أن يأتي بالوضوء وبالصلاة على الطريقة المضبوطة، ما أمكنه أتى بها بهذه الطريقة، خلص، هذا حكم واقعي ثانوي. وهو مجزئ ومبرئ للذمة كلمة أخيرة حتى نختم الكلام هذا إذا أتى بالعمل بالطريقة المضب... بالطريقة التي تناسب التقية أما إذا ما جاء بالعمل خلص أكو شغلة المفروض يسويها لكن خوفا من الغير ما فعلها ترك التكليف هذا واضح انه بعد ما سوى الشيء لازم ياتي به بعد هذا مثاله اضطر ان يفطر في يوم من شهر رمضان يوم من ايام شهر رمضان صدر قرار انه ترى باتشر عيد ويا ايها الناس يلا تفطرون واحد مضطر يروح يفطر طبعا بعض الناس ومو مفطر قاعد ببيته ما حد يقول له شيء ربما البعض مضطر يروح الى جهه معينه جهه مسؤوله رفيعه المستوى مثلا ويقول له يلا تفضل اشرب شاي وهو يدري اليوم شهر رمضان لكن يخاف منهم زين شرب الشاي هل يقدر يقول خلاص انا بعد ليش اعيد؟ نقول له تعيد انت ما صمت يقول انا كنت خايف تقيه ما يخالف خايف وتقيه أه لا اثم عليك لا كفاره عليك لكنك بالنتيجه ما صمت هذا اليوم العمل اللي سد هو الشيء اللي سد في مرحله التقيه هو فعل الشيء لكن لا على الشروط المطلوبه لا ترك الشيء لا ترك الشيء ولهذا قسم من العلماء قائلين بيوم عرفة يوم تسعة الحجة إذا صار الوقوف في وقت اللي مو ثابت اليوم تسعة الحجة يوم ثمانية مثلا أحيانا هو يوم سبعة أصلا مو يوم ثمانية هم زين يوم ثمانية يومين فرق يصير يوم سبعة صير وقفة ويوم ثمانية يعتبروه عيد ويوم ما ادري تسعة صار ما ادري يوم 11 حسب الى اخره يعني واحد يخلص الحج يوم عشرة بعد ما مسوي شيء على كل شي يسوي يقول اخاف انا ما اقدر اروح ما اقدر ارجع الى عرفات معذور ما تقدر معذور ماكو مشكله لكن هل هذا الحج صحيح قسم من العلماء قال لا مو صحيح يقول انا خايف أتقين نقول له ما يخالف خايف خايف معذور لكنك لم تأتي بالحج الحج المطلوب ما جبته لأنك لم تأت به فالعمل باطل غايته أنك غير آثم لا إثم أقوى الشكل حكي طبعا إذا واحد يقول زين بس أكو علماء مشي هذا الحج هذول عندهم دليلهم قايلين إحنا نمشي بالسيرة القاعدة الأولية تقتضي البطلان إذا ما وقف في اليوم الحقيقي، لكن السيرة سيرة الأئمة عليهم السلام وسيرة أصحابهم جرت على أنهم يمشون مع السلطان، مع الوضع الذي كان سائدا، هذه السيرة حاكمة وصححت العمل. لولاها كان ما قلنا بهالكلام فالمقصود الآن الآن هالمثال قد يصير في نقاش هذه مسألة نريد نقول لو واحد ترك ترك العمل برمته خوفا هذا ما يقدر يقول والله أنا بعد ما عيد العمل ليش ما تعيده يقول أنا شنت خايف تقية ما يخالف أنت خائف معذور في تركك بس هذا مو معناه ذمتك برئت اقضه إذا كان قابلا للقضاء متى تكون الذمة بريئة إذا أتى بالعمل لكن كان العمل فاقدا لبعض الأجزاء والشرائط هذا الذي يعتبر مجزئا وصلى الله على محمد وآله